طيب آخر سؤال ياسمين سامي، اتفضلي ياسمين آخر سؤال، هنشوف موضوع السؤال إيه. جوكر، أخيرا ابتسم الحظ لمدرسة بورسعيد. ياسمين، عملت اللي عليك وجبت الجوكر، هم بقى يعملوا اللي عليهم ويجاوبوا إن شاء الله. تحب يسألوا في إيه؟ معلومات عامة. معلومات عامة، تمام. آخر سؤال في الحلقة معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي العملة الرسمية لجزر سليمان؟ سوليمان آيلاندز. إيه العملة الرسمية لسوليمان آيلاندز؟ يوسف، الفرنك. إجابة خاطئة. في إجابة؟ حبيبة، دولار. الدولار، دي إجابة مين؟ يعني أنتوا الأربعة موافقين؟ أنتوا الأربعة مقررين؟ ياه. قبل ما أقولك إجابتك صح ولا غلط، معانا النهاردة أفضل لاعب بستين نقطة، إيريني يوسف. برافو إيريني، تعلقتي النهاردة 60 نقطة، برافو عليكي. ويا حبيبة، دولار إجابة صحيحة. دولار جزر سليمان، برافو عليك يا حبيبة. وبكده النتيجة 165 الفيوم الثانوية بنات، 40 بورسعيد. بورسعيد تجربة مهمة، أكيد استفدتوا منها، هي قاسية ولكن مهمة. ارجعوا اعملوا مجهود تاني واستعدوا تاني علشان ترجعوا جاهزين. اتفقنا؟ هارد لك لمدرسة بورسعيد، نحيي كلنا مدرسة بورسعيد. برنامج العباقرة مع الروائي عصام يوسف من الخميس للسبت في الساعة 6 مساء على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.